كأبي برزك البخاري هاتوا فرمي كان يستحب أن يؤخر العشاء في غمر صلى الله عليه وسلم في خوش بنيج عشاء دوا بخات ودي فرمو أقر باقرائينا بوارس أمتكم أمر في كذا نيج عشاء أن يؤخر إلى نصف الليل دوا بخان بو نيوشو سي نيجي في خوش بو تأخيرك يكم نيجي بياني لبروي خلقان براسي وزمان حمام وعودة سوشتان نبوة برون لو شنانا دا مثلا دزنيج بإسراحات بقرنو بين فرياكو تأخير بوناكي كميك لبر أو مبسط بوا أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر نيجي بياني كاتي يبقى كتوز يا دنيا روناك بي سكو أول قبل تربو بادرشتان ودوام يجي مسألة نيجي نيوروي حزلي بو دواي بخا لكيا لشلي هاويني قرمادا لبروي خلق بوش اللي قرما وبو نارحتين نيتا دارو بتعب نيجي نيورو أي فرمو أبردو بالظهري شيب كان توزيع بك ندواء يعني نيو ساعات الدواء أو أنزابا جماعتك بين بويقر ما النبي ونار أحد نبي وهذا يفرمو إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال أقل بيتان خوشها مثلا بنا خوش ويستي خواه بيغمبر سيشتان باتي أبت يكام ينصدق الحديث راس قوبا لقال خوايا لقال خوتانا لقال شوال دورتان وأداء الأمان وأمانة باريز بن آخر أمانة تشتكي قشتية ابن مسعود فرمي الصلاة أمانة الصوم أمانة حتى لرواياتك الغسل من الجنابة أمانة همي أمانة خوا داوي كدو دزنيوش قرب بوشيوي آية أو خيانتك إلا دزنيوش رتا خيانتك إلا دزنيوش رتا خيانتك إلا أكي إلا خوشورني لشقرانيا وكو بيويز همينا شوي شكا دين همي أمانة آية روجو كد أمانة آية باريز يتا إيوارا نايا لي مثلا لك دار بيو أجركي بوز بيته وكم بيته وحسن الجوار في غمرت شيء زوز وخوش شويز وشيء زوز لا خوش شويز بوي كتولا دقل دلاب سكتابة عجبت حتى يجي قلت يا في غمري خوامن بس شاب زانم تشاكم فرمي سل جيرانك برولا دلاب سكانت برسا فإذا قالوا أنك محسن فأنت محسن أقل دلاب سكانت شايتيان بوداي تور شايشي شغل لا يخوش شايشي ما من مسلم يموت هر مسلمان يبمره فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنيين شوار دراوسي نزيك شايتي بو بن كم إنسان واو 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 خواه فرمي قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون بلين بيوي إيوه وتان بجي بجيه كم وهمو لهم هم أوانش دي بخشم كي إيوه نايزان لبرو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره رزل ميوانا كي قرية رواياتي دوم فلا يؤذي جاره آزاري دراوسي كي ندى رواياتي سيام فليحب جاره دراوسي كي خوش بيلا برخوا يعني في غمر صلى الله عليه وسلم يشير دعاء كان يشيبه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان طبعاً نبدو عائلة شيء ورقلت كل آياتها في الوزكة القرآن كأخوائي قرآن من نتي خوي بصر إيمان باسكا هر خدايك حبب إليكم الإيمان إيماني جوان كردو لا إيوة لا يشيرين ورازا وكردو وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هر خوايا أزايتي خوتانية كي ورقتان لقناه تاوان وشرك وكفر بدع الخرافيات ويبي غمر صلى الله عليه وسلم دعاي إيمان يكرك أخوة شريز بلا لا إلا ضلع. Thank you.